لمحافظة اسكندرية اللي بتشهد سقوط أمطار غزيرة، وده بيحصل بالتزامن مع نهاية نوة الغطاس وبداية توقيت نوة الكرم، علشان كده تم رفع حالة الطوارئ للتصدي لمواجهة الأمطار وتجهيز عربيات لشفط المياه في الشوارع. دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون سيادة اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بالأسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. في الوقت الحالي بيشهد توقيت نوة الغطاس ولا خلاص يعني بدأت نوة الكرم دلوقتي؟ استاذة لميا، احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك كده، احنا مع الناس التغيرات المناخية مع الناس متابعة معانا التوقيتات والنوات والكلام الجميل اللي كان بيتسجل معانا في النتائج والاجندات، انما احنا متابعين معايا الاوساط اول باول كده، اول ما قلنا في تغيرات مناخيه بنبقى جاهزين على طول للتعامل مع التغيرات المناخيه. من يوم الاثنين اللي فات احنا رافعين الحاله، من يوم الاثنين اللي فات يعني النهارده اليوم الخامس على التوالي، 24 ساعه عربياتنا كلها في اماكن تمركزها ومستعده لرفع الميه من اي مكان يجمع فيه الميه. احنا طبعا موقفين حوالي اكثر من 180 عربيه وبزاله على مستوى اسكندريه عشان دي الاماكن اللي متوقع يتجمع فيها الامطار. الامطار بتبقى غزيره ومتوسطه وساعات بتبقى في رعد وبرق، انما الحمد لله احنا بقول لحضرتك يعني اول باول كده الناس موجوده وبتتعامل وبترفع الميه على طول، والحمد لله ما فيش اي عقبه مرية على مستوى المحافظه بالكامل. طيب كلمنا عن الوضع اللي بتشهده المحافظه حاليا من الامطار ومن تقلبات الطقس. حاليا طبعا في سحب موجوده وسحب يعني ممطره خلال الليل، النادي مثلا كان في امطار على مناطق غرب اسكندريه وبعض الاجزاء من وسط اسكندريه. قبلها بيوم كان برضو على شرق وعلى وسط وعلى غرب. انا بقول لحضرتك من الاثنين حتى الان الحاره يعني في استنفار من كل معداتنا وكل محطاتنا ورجالتنا بالتوصيل طبعا مع كل اجهزه تنفيذيه في المحافظه كلنا كده على قلب. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك، ازاي بيتم الاستعداد والجاهزيه بين المؤسسات المعنيه علشان يعني يتم سحب المياه والاستعداد لمواجهه الامطار او النواه الموجوده في اسكندريه؟ ما هو استاذ لميا، احنا زي ما بقول لحضرتك كده، احنا اول ما نعرف نهايه الاصداد ان احنا بيجينا التوقعات قبلها ب 48 ساعه وقبلها بيوم بقى بناكد التوقعات، وكل شويه بيجينا لو في تغيرات بنبلغ بعض في الاجهزه التنفيذيه كلها نتعامل مع الامطار. اللي بقول لحضرتك موجودين ونيجي نتصل مع بعض بالنتيجه الواتساب، نيجي نتصل مع كل اجهزه تنفيذيه في المحافظه الحمد لله، وتوصيل كامل من كل اجهزه تنفيذيه بنسبه معالي الوزير المحافظ طبعا. ابرز الاماكن في المحافظه اللي بتشهد تساقط لمياه غزير، وايه يعني وهل بيحصل تراكم في الشوارع المختلفه ولا يعني بيتم سحبها بشكل مستمر؟ يعني زي ما قلنا حاجه كده امبارح مثلا كان التركيز في غرب الاسكندريه على حي العجمي وحي العمريه، حصل بعض تجمعات في حي العجمي، ده الكلام ده قبل الفجر، وبعض التجمعات تم التعامل معاها وانهائها على طول، انما زي ما حضرتك كده جايبه في الصوره دلوقتي ساعات البحر برضه بيعلى، يعني برضه خلال يوم الثلاث كان البحر عالي شويه في منطقه المكس، طلعت برضه الميه على الكورنيش، فساعات بيبقى في امطار من ومعاها في نفس التوقيت في برضه بيبقى في ارتفاع الامواج كمان في الاسكندريه. ازاي تم الاستعداد ورفع حاله التاهب قبل الطقس السيء ما يوصل لسقوط الامطار اصلا؟ لا حضرتك يعني احنا دايما بنستعد للشتاء ده من فتره كبيره جدا، يعني بعد نهايه الشتاء السنه اللي فاتت بنستعد للشتاء ده بخطه كبيره جدا لتطهير السنايف وتطهير الشبكات ورفع كفاءه المعدات والسيارات. حضرتك بيبقى في خطه كده موجوده على مدار العام كله استعدادا لموسم الشتاء، تبدا بقول لحضرتك من نهايه الشتاء السابق للشتاء الحالي. اول ما نقرب بقى فصل الشتاء والامطار بنبدا بقى خطه لمحاكاه الامطار في الانفاق وفي الكباري، برضه بنتاكد من فتح المصبات الموجوده على الكورنيش، واحنا الحمد لله في الاسكندريه يعني الدوله وفرت في اسكندريه حاجات كتير جدا، على سبيل المثال يعني موضوع رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي، بنتكلم على اعمال بحوالي 2.3 مليار جنيه لتنفيذ العيال الانفيه، فصل مياه الامطار اللي برضه الاستشاري بتاعنا كليه الهندسه وبتنفذها برضه معانا الهندسيه، برضه بنتكلم في حوالي 2.5 مليار جنيه، يعني المشروع بتاع فصل مياه الامطار ده المشاريع الحمد لله اللي هي برضه ربنا كرمنا بيه في الاسكندريه، بحيث ان احنا الامطار بتخش دلوقتي على الصرف الصحي زي الفتره السابقه يعني.
هل في تطور اكتر في الخطه السنه دي، او يعني في خطه تعملوها بعد كده علشان تقضوا على تراكمات المياه في الشوارع وتصريف المياه وتحريك السير وكمان تاهيل على المواطنين؟ الخطه طبعا بقول لحضرتك يعني الخطط موجوده ومستمره، التنسيق مع الجهات التنفيذيه، تنسيق مع الجهات العلميه عشان ناخد من كل حديث. تعرف حضرتك برضو دلوقتي التغيرات المناخيه والتوقعات اللي في كل فتره بيحصل كميه امطار بتزيد، ففي تنسيق كامل مع كل الجهات العلميه والجهات التنفيذيه عشان نقدر نواكب اللي بيحصل في على المستوى العالمي. بشكرك شكرا جزيلا للواء محمود نافع رئيس شركه مياه الشرب بالاسكندريه.